تشهد البلاد أجواء غير مستقرة وجوا غائما مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار. وللمزيد حول أحوال الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي. عبد العزيز، حدثنا عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد حاليا وما هي أيضا توقعاتك للساعات القادمة؟ أمسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين بالخير. طبعا تأثرت الكويت من الساعة الصباح الأولى في نهار اليوم في نشاط رياح جنوبية شرقية مما أدى لتكون بعض السحب الركامية. شهدنا بعض الأمطار المتفرقة على بعض مناطق البلاد، سجلت إلى الآن كميات خفيفة إلى الآن إلى متوسطة في بعض المناطق، تراوحت ما بين 3 ملي إلى 8 ملي متر في منطقة السالمية. متوقعين كذلك استمرار في هذه فرص اللي تكون بعض السحب، قد تكون رعدية على بعض المناطق خلال فترات النهار اليوم. الحالة بشكل عام راح تستمر ريانة في غير مستقرة إلى نهار يوم الغد يوم الثلاثاء. متوقع إن شاء الله من بعد منتصف نهار يوم الغد تبدأ الحالة تضعف تدريجيا وترجع الأجواء الصافية إن شاء الله ويانا مرة أخرى. مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك.